حقق معرض أبو ظبي الدولي للكتاب قفزات نوعية عبر السنين، سواء من ناحية حجمه أو التقاليد الاحترافية لتنظيمه ومعايير المشاركة أو مستوى الحلقات الحوارية التي يطرحها. ويحتفل المعرض هذا العام بيوبيله الفضي ببرنامج احتفائي بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كشخصية محورية تحت شعار الشيخ زايد نور يضيء المستقبل. هذه السنة سنة استثنائية، سواء بما يتعلق يعني بالشخصية المحورية وهي شخصية الشيخ زايد رحمة الله عليه، باني حضارة البلد والذي افتتح أول معرض، معرض 81 نعتبره معرض تأسيسي، هو الذي يعني أوصل هذا الحراك الثقافي إلى ما نصل إلى ما نراه الآن. وبالإضافة إلى هذه السنة أيضا عندنا نحن أيسلندا ضيف شرف لتعريف جمهور المعرض، سواء كانوا من ناشرين أو كتاب قراء مترددين على صناعة الكتاب في أيسلندا. ويركز المعرض على تمكين المحترفين في عالم النشر من خلال إطلاق مبادرة أكاديمية معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، كما ويحتفي مشروع كلمة للترجمة التابع لهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة بمجموعة من الكتب العالمية التي جرت ترجمتها إلى العربية مؤخرا، إضافة إلى أن المعرض يقدم مقاربات نادرة بين الثقافتين العربية واليابانية. من جانب آخر، لا يغفل المعرض جدار برلين الذي مر على سقوطه 25 عاماً كرمز للتحول في الهوية الألمانية، فيما يناقش محررو المجلات الثقافية في العالم العربي حول أهمية الإعلام الأدبي في العصر الرقمي. النشر الرقمي بطبيعة الحال هو مستقبل الكتاب، ولن طبعا يغفل دور الكتاب التقليدي، ولكن يخدم أيضا توزيع الكتاب وصناعة الكتاب. فالنشر الرقمي تقريبا يشكل الجزء الرئيس من البرنامج المهني لمعرض أبو ظبي للكتاب. الشركات التي أسست لنقل هذا المحتوى التقليدي إلى محتوى رقمي، أيضا هناك شركات مستضافة لعرض تجاربها في معرض الكتاب. إذن يوفر معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 25 فرصة مهمة أمام العاملين في قطاع النشر الرقمي لمناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وذلك ضمن ركن رقمي موسع. لأخبار مساء الإمارات، شيماء الشمري، قناة الظفرة.